عناوينها الأساسية القمع والفساد. فعلينا أن نعرف دائما ونتشبث لماذا بماذا قمنا، لماذا قمنا بالثورات ضد القمع وضد الفساد. فيجب أن نعمل من الضمانات الكثيرة حتى لا نتحول إلى مجموعات تقمع أو مجموعات تمارس الفساد بشكل واسع في غياب القانون. تلك هي مهمة المثقف التي يجب أن ينبه عليها الناس. أنا اليوم صرت ضد هذا الظالم، فلا ينبغي أن ننسى وأتحول إلى ظالم آخر تحت أي شعار. وأيضا أبرر لنفسي واستباحة المال العام والفساد بأشكاله المختلفة، سواء كان فسادا إداريا أو فسادا سياسيا. هذا الذي يجعلنا نبني الدولة، نبني القواعد، نكتب الدستور، نصنع القواعد والنظم والإجراءات، ثم نوعي المجتمعات، تنظيمات المجتمع المدني. مهم جدا تنظيمات المجتمع المدني أن تقوم بدور الرقابة والمنبه في المجتمع، وأن تنتبه إلى أداء الحكومة، كذلك أيضا أن تصحح أيضا وتنبه مطالب الناس، لأن كما تعرفين الدولة هي في الأول في الأخير مطالب ترفع من الناس وإجراءات لتنفيذ هذه المطالب. لكن ما زال هناك حتى الآن، حتى وإن كان هناك استقرار نسبي في بعض المدن الليبية، هناك مدن أخرى يعني تشهد قلاقل بشكل متكرر، الأوضاع الأمنية فيها غير مواتية لدرجة أن عطلت بها عملية الانتخابات يعني في أكثر من مدينة. نعم. يعني ما هي البدائل الموجودة لدى الدولة الليبية حتى يعني تشهد هذه المدن كذلك انتخابات؟ لأن بالتأكيد هذا ربما مدلول سلبي، يعني يقول بأن هناك ما زال في الأجواء ما يمكن أن يعرقل المضي قدما في هذه الاستحقاقات الديمقراطية. تفعيل الإرادة الوطنية. أنا أعرف كما كنا نعرف من زمان أن الناس ضد القذافي، الناس ضد أي مجموعة تتسلح بالسلاح وتفرض قناعاتها على الآخرين. هم نفسهم الخوف، مع كل أسف في بعض المدن الناس تخشى سطوة السلاح. ينبغي أن يتذكروا أنهم كانوا ثوارا، ومن خرج ضد الطاغية، أول هذه رسالة الشعب الليبي الذي خرج إلى ضد الطاغية القذافي وبما يمثله من قوة وعنفوان وهزمناه، لماذا نصمت الآن ونخشى سطوة بعض المسلحين، بعض المسلحين متوشحين بإعلام الاستقلالي ومتسلحين ببعض الأفكار يقولوا عنها أنها أفكار إسلامية؟ لماذا نخشى هذا؟ الشيء الآخر، على الآخرين أيضا لا ينسوا أن لن يصلوا إلى قوة التي وصل إليها العقيد القذافي. القذافي حكم 40 سنة، أنت مالكش عامين يعني، فلا تغتروا، لا تغتروا بهذه المعدات العسكرية التي ورثت ورثتموها من مخازن الطاغية، وبعد قليل سوف يعني تصاب بالصدأ ولن تنفع. نعم. هل واحدة من مشكلات السلاح أو صعوبات احتواء مشكلة السلاح هي تشعبها؟ بمعنى أن هناك البعض يحصل على السلاح بشكل فردي، هناك ربما بعد قبلي لحيازة السلاح، وبعد آخر هو الذي ربما يمثل خطورة للدولة الليبية وهو الذي تملكه الجماعات المسلحة. هو عدم الاطمئنان، عدم وجود جماعة وطنية واحدة ومشروع وطني يلتف حوله الناس يجعل البعض حقيقة أنه لا يريد أن يلجأ للسلاح، لكنه يخشى أيضا في عدم وجود هذا السلاح أن يجور عليه الآخر. هذه المشكلة سعادة السفير ليست قاصرة على الداخل الليبي فقط، وإنما للأسف تمتد أصدائها إلى دول المجاورة. يعني واحدة من القواسم المشتركة عندما تعقد محادثات بين الجانب الليبي وجوانب عربية أخرى هي مسألة ضبط الحدود. إلى أي مدى ترون بأن من الأهمية بمكان أن يتم يعني حل هذه المشكلة التي ربما تبقى عالقة حتى الآن على الرغم من الجهود المبذولة سواء من الجانب الليبي أو من جانب الدول الأخرى التي يخشى من تضررها؟ يعني ضبط الحدود إذا أردنا أن نتحدث بصراحة تحتاج إلى الجهود العربية كلها، جهود دول الجوار. على سبيل المثال، أنا ولست أعلن سرا، أنا كسفير أعرف أن السفارة الليبية خلال سنة أعطت 22 ألف تأشيرة دخول متنوعة، عمالة، عمال، مهمات رسمية، مهمات مؤقتة، طالبات التحاق عائلية بأسرهم، كلها 22 ألف. الذي دخل إلى ليبيا 300 ألف،
كيف دخل؟ من أين دخل؟ إذا القضية هي ليست سلاح يأتي خلصة، إنما حتى بشر يذهبوا بالألاف. نفهم الوضع الليبي، مفهوم سلاح موجود في معسكرات وتم الاستيلاء عليه من قوة مختلفة، وغير حتى بعض ضباط الجيش لا يعرفون بهذه المعسكرات، لأن القذافي جند الأفارقة كلهم ومنع حتى الضباط الليبيين لما عاد خاصته أن يعرفوا حقيقة ما يوجد في ليبيا من كمية كبيرة للسلاح، العدالة والمساواة وكذا وحركات أخرى أفريقية موجودة وطوارق ولا غير ذلك، مشروع الدولة الفاطمية، هوس الإمبراطورية. لكن المشكلة في هذه الدول التي تترك مواطنيها يتدفقون، أين هي؟ غائبة أيضا. لا يعني هو يحتاج الحقيقة إلى جهد كبير من نحن نعلن أمام العالم بشكل واضح جدا أن لسنا لدينا قوات شرطية ولسنا لدينا قوات جيش ولا حرس حدود متخصص، نحاول أن نبني ذلك بكتائب ثوار تقوم بعبء كبير جدا الحقيقة، وهم غير متخصصين متطوعين. لكن الدول التي تسمح لمواطنيها بالهجرة، ما الإجراءات اللي هي تقوم بها لمنع ذلك؟ هذا أيضا يعني مهم جدا. يعني إذا نحن شركاء في هذه الظاهرة، ولا ينبغي ظاهرة قد ينظر إليها بشكل عام وأشمل بأنها ظاهرة إرهاب. الإرهاب الآن أصبح ظاهرة عالمية تطلب بها القبيح على كل الدول. هذا الإرهاب، لكن الهجرة أصوات كانت شرعية. تتعالى تطالب باتفاقية عالمية لمكافحة الإرهاب على أقل تقدير. ماذا عن اتفاقية عربية لمكافحة؟ بس أريد أن أسأل سؤال مهم جدا ويسمعني كثير من المعنيين بذلك، وماذا عن ظاهرة الهجرة الشرعية وهي التي تغذي الإرهاب؟ لأن الهجرة غير الشرعية هي اصلا اساس فلوس تعطى لمن يقوم بالتهريب، والذي يقوم بالتهريب يهرب الزيت والطحين والشاي والمخدرات والسلاح والبشر. اذا مصدر هو مصدر دخل حقيقي لقضيه الارهاب، والارهاب اصلا كيف يحصل على امواله؟ من كل ذلك كله يحصل على أمواله ويتسلح بالسلاح الذي هو يتاجر ببعض منه ويهرب البعض منه ويبقي البعض، يتاجر بالهجرة غير الشرعية، والبعض الآخر يستقطبهم يدربهم لأنهم يبحثون عن رزقهم العسير خارج أوطانهم. إذا لدينا مشكلة اقتصادية اجتماعية سياسية ينبغي فعلا أن نهتم بها. أما القول بأن ليبيا فقط هي الآن لأن ذهب القذافي الطاووس وبالتالي أصبحت هي مصدر قلق، لا، ليبيا السلاح وموجات البشر ينتشقون السلاح في ليبيا ثم يتجهون أين؟ يشكلون خطر على الكل، على نظامنا الليبي. نحن نعاني فعلا من مجموعات تدخل لنا، في شهر اللي فات كان في معارك في الجنوب، مجموعات دخلت من نيجر بالسلاح وبالسيارات، أو ربما دخلت راجلة ووجدت السلاح موجود، حصلت قواعد عسكرية الليبية، حدث قتال، سقط الشهداء، معارك هنا وهناك. إذا نحن ندفع أثمان ذلك. لكن المشكلة أيضا والانتباه والتركيز عليها، الهجرة غير الشرعية إلى أين؟ إلى أين؟ فتحنا في حديثنا أكثر من ملف، هذه كثير من المعطيات. في رأيكم سعد سفير، كيف تفرض نفسها هذه المعطيات على أولويات تحكم العلاقات بين ليبيا والدول العربية الأخرى، وأخص بالذكر مصر؟ أفاق التعاون والعلاقات بين مصر وليبيا كيف تقرؤونها؟ العلاقات بين مصر وليبيا هي أنا سئمت من التغزل فيها، لأن هي علاقات قائمة تفرضها الحقائق، يعني حقائق الجوار. اثنين، أهم شيء اللي ينبغي الناس اللي يعرفوا، لم يعد هناك في ليبيا طاغية له هوس الزعامة في مصر، وبالتالي هناك محاذير أمنية. الذي كان فعلا يعبث ويحاول يعبث بأمن مصر هو القذافي حقيقة، من خلال إعطاء الجنسيات لمواطنين يقول لهم أصول ليبيا، وهم في مصر لهم أكثر من 4 قرون حاول أن يقنعهم، يلعب بالوطنية المصرية ويغنيهم بالمال، وأن يخلق ما يسمى، يعني كان يحلم بامتداد ديموغرافي، بأن كل القبائل المجاورة كلها يليبها ويعطيها الجنسية وبالتالي تصبح امتداد لإمبراطوريته. يعني كل ذلك عبث كان بالأمن القومي، وكان خطيرا على المدى الطويل، ونبهنا عنه ونحن في صفوف المعارضة. الآن الحمد لله لم يعد ذلك خطرا، لكن علينا أن نحل المشكلات المزمنة الموروثة. كيف يمكن تحقيق الاستفادة القصوى من أي اتفاقات مقبلة؟ التنمية على سبيل المثال، لدينا حلم نحلم به
من العالمين إلى طبرق. لك أن تتصور هذه المنطقة حينما تكون منطقة حرة ونستهدفها فعلا بتعاون دولي حقيقي. أن ننقل دعيني مش داعي نقول ننقل الإمارات كلها، لكن أن ننقل هذا الساحل الجميل الذي يمتد فعلا 552 كيلومتر تقريبا على البحر الأبيض المتوسط. لك أن تتصوري حينما يتحول إلى متنفس عالمي ضخم لهوتيلات وفنادق ونزل وملاعب رياضية ودورات أممية دولية تنظم في مناخ رائع، جو صالح نظيف خلال سنة مشمس ورائع، شتاؤه بسيط ممتاز جدا، لك أن تتصوري نقطة الجذب. فضلا عن ذلك إعداد سكان المنطقة وتحويلهم وإيجاد عمل حقيقي لهم بدل من امتهان التهريب في فترات معينة ورائلة، أن يتحولوا هم بأنفسهم إلى أداة تنمية بشرية، هم أداة الأمة مادة التنمية البشرية، هم الذي يخلق بهم المشاريع الحيوية هناك. لكن أن تتصوري دي أفكار طيبة وإيجابية إيجابية للغاية، لكن يعني نأمل أن نتخطى مرحلة الحديث يعني حتى يفعل ذلك الله تعالى، ونعلن ذلك في برنامجك. سنطلق بعون الله تعالى المنتدى اللي سوف يجتمع، المنتدى الأول اللي بالمصري الاقتصادي الذي سيعقد بعون الله تعالى في نهاية شهر مارس، وسوف يحضره لفيف من رجال الأعمال وشركات الاستثمار الليبية وشركات المصرية، ويبقى فعلا نخطط لشراكة اقتصادية حقيقية تنسجم ليس مع قضية السلاح وكذا والمواضيع هذه كلها، تنسجم مع عمق العلاقة. لدينا أكثر من مليون أم مصرية عاشت في ليبيا من 1951 حتى الآن، 60 سنة من الزيجات بالأمهات بدوي، وأنا في هذا المبنى الرائع المسبيرو. أين الدراما؟ بالله عليك هل عملت شاهدتي دراما اجتماعية ليبية تحكي على قصة الجوار هذه الذي بحى صوتي وأنا أتحدث بها وكأن ليبيا ليست جانب السودان؟ الدراما المصرية برغم كثرة المشاهدين لها لكنها منكفئة على ذاتها، لا تريد أن تخرج، نريد أن تخرجوا وتشعروا أيضا أنتم بدول الجوار، أن تذهبوا يا ستي إلى 1,600,000 ليبي اللي عايشون هناك أكثر من 40 سنة، والبعض منهم 20 وبعض منهم 10، كيف يعيشون بمكان قصة رائعة. اليوم بدورنا حنكون حريصين على متابعة هذا المنتدى اللي حيكون مقرر الشهر القادم إن شاء الله، ونقترب من الفعاليات والثمار المرجوة اللي حيجنيها إن شاء الله. شكرا جزيلا سعادة السفير محمد فائز جبريل سفير ليبيا في القاهرة، شرفتنا في هذه الوقفة الحوارية في شؤون عربية. ختم حلقتنا اليوم، والأسبوع القادم في نفس الموعد لقاء يتجدد مع شؤون عربية. شكرا لكم وإلى اللقاء.